هل كتاب رياضيات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول؟ هنبدأ إن شاء الله بالفصل الثاني الجمع والطرح، ثم ننتقل إلى صفحة 44 حيكون معي إن شاء الله التهيئة، هنقدر ناتج الجمع، ثم هنبدأ إن شاء الله أوجد ناتج كل مما يلي، ثم هننتقل إن شاء الله إلى المسألة رقم 14 قرأ زين 82 صفحة، ثم أوجد ناتج الطرح لكل مما يأتي. هننتقل إن شاء الله إلى حل بقية 80 صفحة 44 التهيئة، ثم السؤال الأخير سؤال 21. هننتقل إلى الدرس الأول في الوحدة أو الفصل الثاني، وهي خصائص الجمع وقواعد الطرح، ثم ننتقل بعدها إن شاء الله إلى تأكد الصفحة 46، اكتب العدد المفقود واذكر الخاصية أو القاعدة التي استعملتها، اجمع ذهنيا، هيكون إن شاء الله السؤال رقم 7 تحدث، ثم تدرب وحل المسائل، اكتب العدد المفقود الصفحة 47، هنذكر إن شاء الله الخاصية أو القاعدة، طرح عدد من نفسه، خاصية التجميع، ثم اجمع ذهنيا، هننتقل بعدها إن شاء الله إلى حل التمارين الصفحة 47، تدرب وحل المسألة من الدرس الأول، القياس إن شاء الله حيكون سؤال 20، ثم حل السؤال 21 لدى نور 4 مثلثات، وبعدها مساء المهارات التفكير العليا في نفس الصفحة، الصفحة 47 حيكون عندي سؤال 24 اكتب، ثم ننتقل إلى الصفحة التالية والدرس الثاني تقدير الجمع أو الجموع أو المجموع والفرق، الصفحة 48 حيكون عندي إن شاء الله أتأكد الصفحة 49، ثم هنحل إن شاء الله مجموعة من التمارين من السؤال الأول حتى السؤال 8 تحدث، قدر ناتج 1213 زائد 510. هننتقل إن شاء الله إلى تدرب وحل المسائل في نفس الصفحة، الصفحة 49، هنحل إن شاء الله حتى السؤال 17، ثم ننتقل إلى الصفحة التالية والصفحة 50، حلل كل من المسائل التالية مقرم الأعداد إلى أقرب، وبعدها هننتقل إن شاء الله إلى حل التمارين سؤال 19-20، ثم مسألة من واقع الحياة من آيات الصفحة 50، وبعدها هننتقل إن شاء الله إلى حل السؤال 22-23، الصفحة 50 مسألة من واقع الحياة، ثم ننتقل إن شاء الله إلى مسائل مهارات التفكير العليا، الصفحة 51 هيكون عندي سؤال 26 اكتب، ثم ننتقل إلى تدريب على الاختبار واختيار الإجابة الصحيحة، الصفحة 51 هيكون إجابة سؤال 28 جيم، ثم مراجعة تراكمية، اكتب العدد المفقود واذكر الخاصية والقاعدة التي استعملتها، ثم قرب إلى أقرب أو كل أعداد إلى أقرب قيمة منزلية معطاة، هنقارن بين العددين مستعملا إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي، هيكون عندي مسألة إن شاء الله مسألة 27-28، ثم ننتقل بعدها إن شاء الله إلى الدرس الثالث مهارات حل المسألة الصفحة 52، هنحل إن شاء الله مجموعة من المسائل مهارات حل المسألة، هيكون عندي إن شاء الله بداية 53 حل المهارة، هنبدأ إن شاء الله بالمسألة الأولى، أفهم ثم أخطط ثم أحل وأتحقق، الصفحة 53 مهارة حل المسألة الدرس الثالث، هيكون عندي إن شاء الله من المسألة الأولى حتى المسألة رقم 9، ثم انتقل للمسألة السادسة والسابعة، إذا كانت سعاد تقرأ ساعتين يوميا فكم ساعة تقرأ سنويا،
علما أن هذا أيام السنة الهجرية 354. المسألة الأخيرة صفحة 53. ثم ننتقل بعدها إلى الدرس الرابع الجمع، وننتقل إن شاء الله إلى الصفحة 55، ثم تأكد الصفحة 56، حيكون عندي إن شاء الله حل للتمارين حتى السؤال السادس تحدث وضح أهمية ترتيب المنازل بالأعداد بعضها ببعض، ثم تدرب وحل المسائل الصفحة 56، أوجد ناتج الجمع ثم تحقق من معقولية الإجابة. حنحل إن شاء الله من السؤال رقم 7 حتى المسألة رقم 17، هنوجد إن شاء الله ناتج الجمع ثم راح نتحقق من معقولية الإجابة بالتقدير. هنحل مسألة رقم 16 ثم المسألة رقم 17 الصفحة 56، ثم ننتقل بعدها إن شاء الله إلى مسائل مهارات التفكير العليا، مسألة مفتوحة الصفحة 57، ثم تدرب على الاختبار في نفس الصفحة، مراجعة تراكمية. هنجمع ذهنيا إن شاء الله الدرس 1 و2 الصفحة 57، هنحل من سؤال 23 حتى سؤال 31، قرب كل عدد إلى أقرب قيمة منزلية معطى. هننتقل إن شاء الله إلى اختبار منتصف الفصل الصفحة 58، وحيكون عندي إن شاء الله اكتب العدد المذكور واذكر الخاصية، ثم سؤال 5 اختيار من متعدد. هننتقل إلى قدر الناتج بالتقريب إلى أقرب قيمة منزلية معطى، اختيار من متعدد للسؤال 9 الصفحة 58 اختبار منتصف الفصل الثاني. هنحل من السؤال الأول حتى السؤال 13 اكتب أوجد ناتج الجمع، ثم السؤال الأخير اكتب كيف يمكن جمع الأعداد 175 زائد 139 زائد 225 ذهنيا. استكشف للدرس الخامس إن شاء الله الطرح، هيكون عندي تأكد الصفحة 60، ثم ننتقل إن شاء الله إلى استعمل النماذج إيجاد ناتج الطرح الصفحة 60، حنحل تأكد من الدرس استكشف، ثم سؤال 11 اكتب. هننتقل إلى الدرس الخامس الطرح الصفحة 61، هنأخذ إن شاء الله تأكد الصفحة 62 اطرح، ثم تحقق من صحة الطرح مستعملا الجمع والتقدير، الجمع ثم التقدير. وبعدها هننتقل إن شاء الله إلى مسألة 5 مع عائشة 95 ريالا الصفحة 62، هيكون عندي إن شاء الله سؤال 6 تحدث، ثم ننتقل إلى السؤال أو الصفحة 63 تدرب وحل المسائل اطرح ثم تحقق من الطرح باستعمال الجمع والتقدير، الصفحة 63 تدرب وحل المسائل. هنحل من السؤال 7 حتى المسألة رقم 18، بدأ متسلق تسلق قمة إيفرست من منطقة ارتفاع 5374 الصفحة 63 تدرب وحل المسائل، ثم ننتقل إن شاء الله إلى مسائل مهارات التفكير العليا في نفس الصفحة الصفحة 63. هننتقل إلى الدرس السادس وهو الطرح مع وجود أصفار الصفحة 65، وتأكد الصفحة 66. هنحل إن شاء الله من السؤال 1 حتى السؤال 6، هيكون سؤال 5 مسألة حضر معرض الكتاب في اليوم الأول 1000 شخص ثم تحدث. هننتقل إلى الصفحة 67 تدرب وحل المسائل اطرح ثم تأكد من صحة الطرح مستعملا الجمع، الصفحة 67 تدرب وحل المسائل. هننتقل إن شاء الله إلى حل المسألة رقم 13 و14، هننتقل إن شاء الله إلى مسألة من واقع الحياة في نفس الصفحة الصفحة 67، هنحل السؤال 15 و16، وننتقل إلى مسائل مهارات تفكير عليا الصفحة 68، مسألة مفتوحة واكتشاف الخطأ
ثم اكتب ان شاء الله حيكون سؤال رقم 19 تدريب على الاختبار على الصفحة 68. حنختار الإجابة الصحيحة تكون إجابة ألف للسؤال 21، ثم مراجعة تراكمية في نفس الصفحة الصفحة 68، ونختار إن شاء الله مجموعة من الإجابات أو ناتج الجمع، ونتحقق بالتقدير الصفحة 68 مراجعة تراكمية. هنحل إن شاء الله سؤال 29 تم مطارين الفرق بين أعداد المسافرين من أقل ما يمكن، ثم اختبار الفصل الثاني الصفحة 69 ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة، ثم اختيار من متعدد للسؤال السادس الصفحة 69 اختبار الفصل الثاني قدر بالتقريب إلى أقرب قيمة منزلية معطى، اختيار من متعدد للسؤال العاشر حيكون إجابة جيم. هنحل إن شاء الله مجموعة من التمارين الصفحة 69 اختبار الفصل الثاني، حيكون اكتب إن شاء الله سؤال رقم 15 والأخير، ثم ننتقل إلى اختبار تراكمي حيكون عندي إن شاء الله الاختيار من متعدد الصفحة 70، هنختار إن شاء الله الإجابات الصحيحة من السؤال الأول حتى السؤال رقم 15 الصفحة 70-71 الاختبار التراكمي للفصل الأول والثاني، هيكون إن شاء الله السؤال رقم 7 و8 هيكون الإجابة جيم الصفحة 70، ثم ننتقل إلى الصفحة 71 هيكون عندي سؤال التاسع وإجابته كذلك جيم، ثم حل بقية إن شاء الله التمارين هيكون الإجابة القصيرة الصفحة 71، أجب عن السؤالين التاليين ثم ننتقل بعدها إلى الإجابة المطولة، هنحل إن شاء الله سؤال 14 ثم السؤال 15 سؤال الأخير في الفصل الثاني الصفحة 71.